Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? هاي احبائي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو رح يكون عن روتيني بعد المدرسة او بعد الجامعة. ها، فرجة ممتعة. هذه هي المدينة اللي عايشة فيها حالياً. حبيت أخذكم شوي معي وأشارككم هدف لقطات الحلوة. المدينة كلها مبنية فوق الماء، كتير جميلة وكتير هادئة، وعندي علاقة وطيدة كتير مع هالمدينة، بحبها كتير كتير. بالنسبة للأوتفيت اللي بلبسه أو اللي بحب ألبسه، لازم يكون كتير مريح للمدرسة أو الجامعة، وأهم شيء كمان يكون دافئ، بما أنه حالياً إحنا في فصل الخريف، هذا الشيء كتير مهم. فما بعرف إذا أنتوا عندكم لباس موحد، فأنا عمري ما كان عندي لباس موحد لا بالمدرسة ولا الجامعة. رح أخلي لكم المعلومات الأوتفيت بصندوق الوصف إذا كنتم مهتمين بالموضوع. وأخيراً صار وقت الرجوع للبيت، وهذه هي الطريقة المثالية للرجوع للبيت. حلوة صح؟ بضحك معاكم، أكيد دخلت من الباب. فبعد يوم متعب من المدرسة، أهم شيء إنك تخلصي من الشوز ومن الشنطة وترتاحي شوي، وهذا هو المكان المفضل عندي حاليا. بعدين باخذ أتفرج على التلفزيون، وبعد عدة ثواني أخذ موبايلي وأشوف إنستغرامي والفيسبوك. فمن فيكم بيعمل نفس الشي؟ وهلأ صار وقت الأكل، كتير جعانة. هذا هو أكلي المفضل بعد المدرسة، شوية خبز ولافاش كيري 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 ومربى. وبعدين بحضر الشاي المفضل عندي، الشاي الأخضر المنسم بالنعناع، كتير بحبه. بحضر الشاي وباكل، بدي اتخلص من الجوع. وهلا صار وقت الكمبيوتر. طبعا بشوف اليوتيوبرز، بشوف اليوتيوبرز الاجانب، وبشوف يوتيوبر كتير حلوه اسمها ميمي من قناه إسوارة، قناتها كتير حلوه. وكمان بشوف بينترست، فهذا بيلهمني كتير، وخاصة بالفاشن أو بأفكار لليوتيوب كتير بحبه. هلأ صار وقت المذاكرة. أول شي بحب أعمله إنه أولع شمعة فيها ريحة كتير حلوة. وبالنسبة للمراجعة بحب دائما أستعمل الهايلايتر، لأنه بنظم أفكاري وبتذكر الكلمات الصعبة خاصة باللغة الهولندية. فبعد ساعتين من المذاكرة بخلص مذاكرتي، وهلأ صار الوقت إنه أعمل الأشياء اللي بحبها. بحب كتير أتفرج على السلسلات الأمريكية، وخاصة عشان أتعلم اللغة الإنجليزية أكتر. فبتفرج حاليا في Game of Thrones. شو هي السلسلة اللي بتابعوها حاليا؟ اكتبوا لي كومنت تحت. فأتمنى أن الفيديو يعجبكم. إذا عجبكم ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب.